صورة أخرى من صور المعاناة في بلد لا تنقصه كثيرا من الأزمات التي يدفع ضريبتها المواطن وحده. ففي مثل هذه الأيام من كل عام يعاني المسافرون عبر الطريق الرئيسي في منطقة النشيمة بمديرية رضوم بشبوة جراء زحف الكثبان الرملية التي تتراكم نتيجة الرياح الشديد، حيث يربط هذا الطريق بين محافظة شبوة وحضرموت وأيضا محافظة عدن. ونتيجة لتراكم الكثبان يظل المسافرون بين تلك المحافظات عالقون لعدة أيام، خصوصا أصحاب المركبات الصغيرة وكذلك الشاحنات الكبيرة. بالنسبة للمعاناة تتكرر هذه في هذا الخط الساحلي سنوات عديدة، مش يعني فترة واحدة، ممكن يوم يومين بيسحبوا هذا الرمال من على الخط تتكرر مرة ثانية. في السنوات الماضية كان مكتب الأشغال العامة يقوم بتجهيز عدد من الآليات لتنظيف الرمال المتحركة على مدار الساعة، لكن مع الأوضاع التي تسببت فيها حرب تحالف ميليشيا الحوثي بمخلوع صالح لم يتمكن مكتب الأشغال من توفير محروقات وآليات لأداء مهامه في إزالة هذه الكثبان. ومنذ أيام قليلة تعطلت هذه الآلية التابعة لمكتب الأشغال العامة أثناء العمل، وكانت هي الآلية الوحيدة التي بقيت هنا للعمل، وبعد ذلك توقف كل شيء. أما اليوم لم يعد يجري العمل سوى من خلال فاعلي خير ومتطوعين لفتح هذا الطريق الحيوي أمام المسافرين، لكن هذه الجهود ربما لا تستمر طويلا. إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس شبوه.